والله عندي ثقه في المجموعه، عندي ثقه في نبيل معلول. ريت المقابلات الوديه يعني تونس الحق المستوى يتحسن، يعرف يهبط الملاعبيه اللي يستحقوا يلعبوا. مع الاسف يعني يوسف مساكن مش باش يكون موجود. مقارة والناس كل تحضر لكأس العالم، يعني حتى كان انجلترا اليوم ماهيش في فورمة كبيرة باش تبدا حاضرة في المقابلة مع تونس. من ناحية أخرى يعني في كل كأس العالم ثم مفاجأة، مرة السنغال، مرة كوريا الجنوبية، كل مرة ثم مفاجأة. علاش ليه تونس ما تكونش تونس؟ أنا نقول المقابلة الأولى هامة، ما مازلناش نخسروا باش نلعبوا مع بلجيكا مرتاحين ونحاول نربحوا البنما. وعلاش لا نترشحوا؟ كان ترشحنا الدور الثاني تكون يعني بيرفورمانس خارقة.